شلوني هيك؟ تمام. شو رأيك تحط هالوردة على عروة الجاكيت؟ وليش هالوردة؟ على مؤتمر صحفي رايحة أنا، مو على عرس. إيه أنت متطقم وبتحب الرسميات، مو أنا لبستك بدلة وجرافي. بعدين ما شفت المسؤولين الأجانب هداك اليوم شلون كانوا طالعين على التلفزيون وهن لابسين شورتات؟ شو بدك ياني روح على المؤتمر بالشورت؟ ناوية تطيريني من محلي أنت؟ إيه أنا ما عم أقول لك روح بالشورت، بس يعني خليك سبورت، ما في داعي تكون رسمي زيادة عن اللزوم. هديك المرة لما طلعت على التلفزيون كانت عقدتك بوشك شبرين وكأنك واقف بعزة، وكل الجيران سألوني شبه جوزك ليش هيك عابس؟ وشو لازم أعمل حتى أعجب الجيران؟ أترقوصلهم قدام الكاميرا؟ لا مو هيك، بس هدي أعصابك وخليك ريلاكس. معلش الله يخليك، وفري لي نصائحك. رح أتأخر على مؤتمر. باي باي باي. الله معك. فظاعة شو بيلتهج، والله لو رايح على مؤتمر باندونغ مو هيك. العالم كله قد تحول إلى قرية إلكترونية صغيرة، وثورة الاتصالات أصبحت إحدى أهم المحطات التي من شأنها أن تغير وجه التاريخ. أستاذ ترى ماذا أعددتم للدخول إلى القرن المقبل؟ بيسعدني أقول أنه كل شيء صار جاهز عنا، نحن حاسبين حساب كل شيء. يعني القرن المقبل رح يكون قرننا، ورح يكون إلنا فيه إيد طويلة بالخير طبعا بمجال المساهمة بثورة الاتصالات. أستاذ ممكن نحكي بلغة الوقائع والأرقام؟ أولاً يا آنسة بحب أكد أنه نحن بالقرن 21 ما رح نعيش على الهامش أبداً، ولا رح ننزت على الرف، لأنه مثل ما سبق وذكرت أنه هذا القرن إلنا، هالقرن إلنا ملكنا قرننا. لهالشي قررنا استضافة مؤتمر تطوير الأقمار الصناعية ومجالات استخدامها. كمان رح نعمل ندوة عن رسائل الاتصالات الحديثة بين كواكب المجموعة الشمسية وباقي كواكب مجرة درب التبان يعني. وإضافة لهالشي رح نشارك بكل مؤتمرات غزو الفضاء والاستشعار عن بعد واكتشاف النجوم. هالشي طبعا مو بعيد أبدا عن تاريخنا وعن تراثنا. ومثل ما بتعرفوا جميعا أجدادنا كانوا مشهورين كتير بعلم الفراسة والاستدلال والفلك، والعرب القدماء استخدموا النجوم استخدام مبكر مثل ما بنستخدم نحن هلا الشاخصات المرورية بالطرقات، هيك استخدموا النجوم. استاذ لقد أصبح بمقدور المرء الآن الاتصال بمن يشاء في أي بقعة من الأرض، فأين نقف نحن من هذا التطور؟ سؤال وجيه كتير يا أخ، وبحب بشر الأخوة المواطنين تبشير للجميع أنه نحن هلا وبحضوركم وبمعيتكم راح نوقع عقد زواج مع الشركة عقد مع الشركة العالمية اتصالكو، وراح نزرع بموجبه عدد كبير من الكبائن الهاتفية في الطرقات والساحات العامة. يعني صار بمقدور المواطن أينما كان الاتصال كيفما كان ومع مين ما كان وإمتى ما كان. ليش لحتى تستلم المشروع شركة أجنبية؟ مين بده يستلمه لك؟ أنتو أو أي شركة وطنية تاني، أحسن ما تروح المصاري للغريب. درسنا هالشي ولقيناه صعب كتير، لأنه شركاتنا المحلية ما عندها التقنية ولا الخبرة المطلوبة لتنفيذ هيك مشروع.
بعدين شركة اتصالكو صار لها 40 سنة عم تشتغل بهالمجال، وشعارها 40 عاما نزداد تألقا، هذا هو شعارها. يا سيدي المهم النتيجة، على القليلة هلأ إذا الواحد اضطر يدق تليفونه من الطريق ما عاد يكسر نفسه لحدا ولا يربح جميلة من حدا. يعطيكم العافية. يا شباب أنا دعيتكم اليوم لهالاجتماع الاستثنائي هاد مشان نناقش ظاهرة سرقة حصالات الهواتف بالمدينة يلي تفشت بالفترة الأخيرة. فعلا يا جماعة الظاهرة مو حضارية أبدا. يا سواد وشنا قدام الشركة الأجنبية اللي نفذت المشروع، ترى شو بدهم يحكوا علينا لما بيدروا باللي صار؟ شو بدهم يحكوا يعني؟ ليش هن ما بصير عندهم هيك سرقات؟ مهم هلا، المهم هلا بدنا حل سريع لقمع وتطويق هذه الظاهرة. بقى شو قلتي ابو سومر؟ شو رأيك؟ قلي. والله انا من جهتي رح اعمل اللي علي، يعني رح كثف الدوريات الراجلة والمتحركة حوالين كبائن الهاتف، وممكن زيد عدد العناصر المناوبين بالطرقات العامة. يا ترى هالإجراء بكفي يا أبو سومر؟ مغسل وضمنان الجنة ما بيصير، أنا أكتر من هيك إجراءات ما فيني أعمل، يعني مو معقولة كمان حط كولبة حراسة جنب كل كابينة هاتف. لازم أنتوا تعالجوا الموضوع بطريقتكم كمان. شلون بدنا نعالجه؟ يا ستي شغلة واضحة، في غلط بالتصميم. معقول الشركة الأجنبية تغلط؟ لا ما بظن، لأنه هدول بيكونوا عاملين حساب لكل شيء يا أبو سومر. ولو كان وضع الحصالة بهالطريقة بيغري بالسرقة، يعني كأنه عم تقول للحرامي تعال سرقني، ومثل ما بيقول المثل المال الداشر بيعلم الحرامية السرقة. أبو سومر معه حق، لازم نلاقي حل فني لهالموضوع، وغير هيك ما في. وهالحل الفني مين بده يلاقي؟ مين يعني؟ ما في غير شركة اتصالكو يلي وضعت هالتصميم. بالفعل، واللي طالع الحمار على السطح بيقدر ينزله. عظيم جدا، يعني موافقين على السطح؟ على الحمار؟ على الاقتراح؟ طبعا موافقين. عظيم جدا، عظيم. انا من بكره رح اتصل مع المسيو جودت وكيل الشركه الاجنبيه عنا وابحث معه الموضوع. يعطيكم العافيه. لا 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 ولا يهمك. It's so easy. So easy. شلون easy؟ صار مسروق اكثر من 30 حصاله هاتف وبتقلي easy؟ يعني حوالي 8% من الحصالات اللي ركبناها انسرقوا بظرف يومين وبتقلي ايزي؟ وعلى هالحالة خلال شهر ما بيضل عنا شيء وبتقلي ايزي؟ يا سيدي هاي شغلة مو بتهسر عندكم بس، بكل دول العالم، يعني كل شغلة جديدة بتفوت على اي مجتمع لابد تعمل بلبلة، بلبيل، بلبولات، بلابل، بلبلة 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 لبين ما ناسي تعود عليها، يعني it needs some patience and sacrifices، كله في سبيل خدمة المجتمع. ما فهمت عليك. اوكي I will explain to you. نحن طالما لقينا انه هذا التصميم ما ناسب شاب وشجعه يمد ايده ويسرق، then we must change it، نغيره. الشعب؟ No. التصميم. ايوه وبتغير؟ Why not. طيب شلون بدنا نغيره بعد ما ركبنا 1000 كابينة هاتف بالشوارع؟ As I told you before sir, it's a matter of sacrifice. تضحية. ما اختلفنا على السكريفايس تبعك، مستعدين للتضحية، بس شلون؟ It's so clear. يعني بدكم تضحوا بالتليفونات القديمة كلها، ونحن من جهتنا يعني مستعدين نوقع معكم a new agreement. ولشو العقد الجديد بقى؟ لحتى نركب تصميم مختلف عن هاد، يعني بعبارة أوضح نحن رح نركب بالكباين تليفونات ملزوق فيها الحصالة، يعني stick with it, you know, stick with it, then it's gonna be so hard to steal it. يعني بتصير صعب تنسرق لأنه وزنها أكثر من 2 كيلوز. شو قلت؟ والله ما بعرف، رح أعرض الموضوع على مجلس الإدارة. فوقف، لازم نضحي يا شباب، لازم نضحي، ما في مجال، تضحية واجبة. مين موافق على التضحية؟
بتعرفي يا سوزان انه العقد جديد مع الشركه الاجنبيه كلفنا بقرة جحي؟ شو هالحكي؟ مو قلت لي بس الحصالات بدها الحام مع التليفونات؟ انو الحام هاد؟ عم اقول لك فكوا التليفونات القديمه كلياتها وركبوا بدالها موديل جديد. طيب ليش مو من الاول اخترتوا هالموديل؟ شو بيعرفني؟ هذا اللي صار وبيجوز الحق علينا نحن، ها؟ لانه تعاملنا مع المواطنين بطيبه قلب وثقه زائده. قلنا لحالنا مو معقول حدا يدني نفسه ويمد ايده على الحصاله مشان شويه فراطه. الو نعم. اهلا. ايوه موجود، مين بيريده؟ طيب على عيني، لحظه من فضلك. الرامز من الاداره. هاتي. الو اهلين رامز، شو الاخبار؟ الاخبار ما بتصير يا استاذ. اوعك تقول لي انه الحصالات انسرقت. هذا اللي صار يا استاذ، تسجل لحد هلا سرقت 4 اجهزه. طيب شلون صار هيك؟ شلون قدروا يفكوا الحصاله من التليفون؟ هالمره يا استاذ انسرقوا الحصالات هن والتليفونات سوا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يلا جاي فورا. وين رايح؟ لسه ما كملت فطورك، على طول ملهوش. اي بسيطه استاذ، You don't need to get angry this much. يعني شاب لازم ياخد وقته till he get used to this kind of technology. يعني فكرك in Europe, in Latin America, in North America, حتى بدول هود الأطلسي ما صار هيك وأكتر؟ ولحد هلأ هن بيعانوا من مشاكل مثل هاي. لك يا مسيو جودت، هلأ نحن شو بدنا بغيرنا؟ بتعرف إنه in the States لحد هلأ بيحطوا لوحة inside the payphone cabin يعلموا فيها الحرامي شلون يفك الحصالة وياخد مساري مشان ما يكسر تليفون، لأنه لحد هلأ هن ما قدروا يخففوا من حوادث السرقة. يا مستر جودة تفهمني الله يخلي لي اياك، شعبنا هون غير هالشعوب اللي عم تحكي عنا. هون الناس مرباية على الصدق والأمانة والخوف من الله. يعني مثلا بتلاقي التاجر بيترك محله مفتوح وبيروح ليصلي بالجامع، بيرجع بيلاقي المحل مثل ما تركه. الواحد منا بينزل من سيارته وبيتركها شغالة والمفتاح فيها وما حدا يفكر بيلطشها. هون فيك تسافر من مدينة لمدينة وبأنصاف الليالي ولوحدك وانت مرتاح البال ومطمئن وما لك خايف يطلع لك حدا بالطريق يسرقك او يشلحك مثل ما بصير برا. وحوادث هالسلب والنهب والسطو يلي منسمع عنها بأوروبا وأمريكا ما منشوفها عنا إلا بحالات نادرة جدا. مشان هيك يا مسيو جودات أنا مستغرب ومندهش. At this point you hit the heart of the truth. يعني بكل مجتمع إلا ما يفرز ضياف نفوس وصغار دماير. طيب على كل حال بكرة بتتوضح الصورة ومنعرف الإيد الخفية اللي وراها الشي كله. هلأ ما راح وجع لك راسك بالحكي. اللي سيد جودات جبت معك الديزاين الجديد؟ Of course. This is what you need. شوف استاذ. This is a payphone مع حصالة وجهاز إلكتروني ضد السرقات. جهاز الإنذار هاد موصول ب4 دارات حماية، دارة إلكترونية، دارة كهرومغناطيسية، ودارة كهرطيسية، ودارة إلكتروستاتيكية. والجهاز طبعاً مربوط بكل هالدارات مع الهاتف والحصالة، يعني مكلبشين ببعضهم كلبشة. ممكن تشرح لنا طريقة عمل الجهاز؟ إيه طبعاً تفضلوا. هلا اي محاوله لفك او خلع او كسر او تخريب لجهاز الهاتف او الحصاله، الدارة الالكترونيه لحالها بتعطي زمور انذار فوري بي 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 وبتقوى 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 وبتقوى. طيب اذا حس الحرامي على الزمور وفركها قبل ما تصل دوريات الامن شو بنكون استفدنا؟ ما رح يلحق يفركها، لانه الزمور رح يحرض الدارة الكهرومغناطيسيه يلي رح تشغل الدارة الالكتروستاتيكيه على الحارق. ايه شو ايه؟ الدارة الالكتروستاتيكية رح تطلق شحنة كهربائية على الحرامي وتلحشه وتنتره بارضه بظرف 3 ثواني. بقى شو رايكم؟ ايه خلص هذا هو المطلوب. شو لسه بدنا احسن من هيك؟ وانا بوعدكم انه عناصرنا رح يكونوا اسرع من هي الدارة الالكتروستاتيكية وزمور واحد وبندق بحوالين الحرام. حلو.
اخ مستني هيك لحظه، مو مشان شيء، حتى ربي فيه الشعب كله، كل الشعب. بس بدي اسالك سؤال استاذ، هي الدارات بتركب على التليفونات اللي عنا؟ للاسف لا، لانه جهاز الانذار مع جهاز الهاتف مع الحصاله الشركه مصممتهم ومنفذتهم على اساس جهاز واحد. ايه وشو يعني؟ يعني لازم نضحي شوي، يعني بمعنى تاني نحن مضطرين هلا نغير كل الاجهزه اللي ركبناها باجهزه جديده. سيدي طالما ما في غير هالحل شو المانع؟ قولوا الله. مين موافق على التضحيه؟ تفضل. ايه والله يسلموا هديات. قهوتك ممتازة كتير اليوم. ايه لا، طول عمره قهوتي ممتازة، بس انت مدري وين بتشرد وانت عم تشرب قهوتي. معك حق، لأنه أنا ما ارتاح بالي إلا بعد ما ركبنا أجهزة الإنذار الجديدة. انتو هيك دائما، ما بتحسبوا حساب الشغلة إلا بعد ما يوقع الفاس بالراس. يعني لو ركبتوا أجهزة الإنذار من الأول قليل شو كنتوا وفرتوا؟ معك حق، كنا وفرنا بلاوي، بس بصراحة نحن ما توقعنا أبداً أنه تصير هيك سرقات عنا بالشوارع، ومثل ما هو معروف طول عمرها شوارعنا أمان. صحيح، بعكس بلاد برا. حكت لي جارتنا قال لما راحت تعمل سياحة بأوروبا ما كانت تسترجي تنزل على الشارع وهي لابسة ذهب أو حاملة معها مصاري زيادة. ها شفتي شلون؟ بقى مو شغلة غريبة. الو اهلين نزار. اهلين وسهلين. شو الحكي؟ متأكد؟ طيب شلون صار هيك؟ يلا يلا جاي فورا. خير شو القصه؟ العمى معقوله يكون النحس لحقنا لهون؟ شغلت اللي بالي. شوفي التليفونات الجديده اللي حطيناها رجعت تنسرق، واجهزت الانذار كمان انسرقت مع التليفونات. يا جماعة الخير، أكيد نحن مستهدفين من جهة تانية، لأنه هالشيء اللي عم يصير معنا مو طبيعي. إيه مو طبيعي منو؟ شو الحكيات؟ مين هالجهة التانية يا أستاذ؟ ما بعرف، الله أعلم، العلم عند الله. بس نحن بعد هالإنجازات الضخمة لشركتنا وهالقفزات العملاقة اللي حققناها كترت العيون علينا. لا ومو بعيد أبدا يكون في حدا عم يحفر من تحت لتحت، أو تكون شي عين صايبتنا مثلا. معقول؟ محتمل، محتمل ليش لا؟ محتمل يا أخي، العين بتاخد حقها من الحجر، عين هي. يا جماعة، يا جماعة أنتوا خيالكم راح لبعيد كتير. نحن أمام سرقات منظمة عم تستهدف أحد أهم مشاريعنا الوطنية. يعني بألم نشرح في جريمة وفي جاني، وهالجاني لازم ينكمش. طيب شو عم تستنوا؟ شو عم تستنوا؟ ما تكمشوا، بس بتكمشوا لي. لك يا اخي مو مسؤوليتكم هاي؟ انا بوعدكم اني خلال اسبوع واحد حط ايدي على الجاني. نحن استنفرنا كل عناصرنا، والجهات العليا بالدوله مهتمه كثير بالموضوع،
وبعثوا لنا تعزيزات كبيره. يعني هلا صار عندنا امكانيه فرز لكل كبير التليفون دورية. هذا غير العناصر اللي رح ينتشروا على الاسلحه وبزوايا الشوارع ومداخل البنايات والمحلات. عظيم عظيم جدا، هالحكي مطمئن كثير، يعني على القليل بيخلينا نفكر بهدوء. صحيح، بس نلاقي حل فني. يعني لازم نستعيد ثقة المواطنين فينا، وهالشي ما بيصير إلا إذا كانت الهواتف على أتم جاهزية. أنا حكيت مع المسيو جودات وقال إنه الحل موجود. معقول؟ ها رح أقول لك. الحل إنه يكون جهاز الهاتف والحصالة وجهاز الإنذار والكابين جسم واحد. كتلة واحدة، يعني قد ما كان الحرامي ذكي وجريء ووقح ما رح توصله وقاحته انه يفك الكابين من محله ويسرقه. سيدي واذا فكر بهالشي رح تكون على صرنا له بالمرصاد. فعلا يا جماعه هذا احسن حل. بس يا ترى بنقدر نلحم الكبائن مع التليفونات؟ لا شو هاد؟ شو العكي؟ نلحم؟ الحام ما بيمشي لحاله هون، لابد من التعاقد على تصميم جديد. ايوه يعني بدنا نضحي بكل التصاميم القديمه؟ والله ما في غير هالحل. مين موافق على التضحية؟ ولا حركة. واخيرا وقعتوا يا حرامية، حطوهم على السيارة، حطوهم فورا. يعني انحلت المشكلة؟ ايه بتصور انه انحلت، بس لمعلوماتك يا سوزان انا ما راح هدالي بال قبل ما اعرف دوافع الحراميه ومين في وراهم، لانه هذا اسمه تخريب، تخريب حقيقي. خير يا طير، الله يسترنا من شي خبريه عند الصبح. الو نعم، اهلين نزار. شو الحكي؟ الله يبشرك بالخير، فعلا هالابو سومر ما كذب خبر. ايه دخلك قلي مين طلعوا؟ لا شو هنن هيك اعترفوا؟ يلا جاي فورا. لك احذري مين طلعوا الحرامية. مين؟ جماعة المسيو جودة مندوب الشركة الأجنبية.